النهاردة عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهاردة وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد، بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعة؟ اهو اهو بشاور لك يا عم، اهو سيف اهو. اسكت. ايه في ايه؟ حي جمهورك. لهوي هيحبسنا ابن الهبلة. ايه ده؟ انت بتعمل انت وهو فوق؟ انزل يا فنش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انت. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانية واحدة، ايه جوز النضرجية اللي انتم واقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربية، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقولك ايه، مالكش دعوة انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقولك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش علي انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكرة بقى كده. طب بقولك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل اتفضل. مع السلامه مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس خلي يسيبونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هتجيب الشلوت وهديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. كله يقف مكانه، محدش يتحرك ولا يقف مكانه. شايفني يا ابني على البطاقة دي كلها؟ وحرصني الخمرة دي كلها؟ وحرصني المزز دي كلها؟ في يا محفوظ باشا؟ استنينا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزة اللي احنا فيها دي، هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا، قبل ما الجريمة تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. ايوه العربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ اه طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة الباشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذه يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا انا لا مؤاخذه خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي ده اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك
ضحيه وخيبه ايه؟ ايه ضحيه وخيبه ايه؟ مش ما تقولش اسم هنا ما تقولش اسمك تعمل فيها ظابط في ظابط يلبس كده يلبس كوتش بينور الله ظابط وداخل ديسكو الله والعسكري ده ماله ايه اللي ماله ما تكتب عليه مبروك العروسين مش بقى اسبكوها بقى ما شافوهمش هم بقى ما شافوهم هم ها اسبكوها حاضر نسبكها يعني نعمل ايه ايوه شويه صعبانات يا سعاده البيع حرام عليك انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله مظبوط مشينا بقى عشان ناكل البغبغان وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي انت بالذات ما تتكلمش انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان ايوه ما هو هاي واي ايه المشكله يعني ايه ده ايه المشكله شيبوحة. ايه ريحه بقعه دي طالما مش قد الشرب ما تشربوش انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد ممكن مذنب ولا مش مذنب مذنب خش على البوكس ضحي ضحي اطلع بقى ضحي ايه وخيم الدنيا سيف الله اطلع خلي بالك منك سيف يا سيف سيف والله العظيم يا حضرة الضابط انا مظلوم هي دي اللي قتلت مي عز الدين مي عز الدين ايه دي هند صبري يهبل هند صبري وانت ايه خالد الصاوي انا ضاحي يالا ضاحي انت طلعت حكومه ضاحي يا ابني حكومه ايه ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ بس برافو عليك يا ضاحي انت جيت في وقتك ده كان هيطلب لنا البوليس بجد يا جماعه انا خايفه قوي انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها لا ما تخافيش يا شيرين هي ما ماتتش انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه يبقى اكيد دي رعشه الموت الف بعد الشر عليها انا بحبها قوي مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث قتله كلنا بقينا قتله يا جماعه ما تكبروش الموضوع دي خدت ازازه على دماغها ما خدتش رصاصه يعني سيبكم الموضوع ده دلوقت ها لقيتوا حاجه في العربيه بجد لقيتوا ايه لقينا عدد جديد عدد جديد طب ممكن ابص عليه بصه لا يا جماعه ليه لا ده احنا كلنا في مركب واحد ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير خلاص فكني الاول ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه ابص عليه بصه واحده بس خلاص بقى خليه يبص طب اديها له انجز بصه واحده بصه واحده يلا فكنا بقى يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي ضحي يلا فكنا يلا يا ضحي فكنا الله هتضربها طلقه تتفك انا بحب الحاجات دي يلا اضرب بص على رجلك يا انت لا استنى تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان حنجل اقف على جنب وقف ليه انت مزنوق لا بس هزنوقكم انزل انا تهوى انزل بقولك مش هنزل يا سلام قال يعني كده هتسد الرصاصه انزل انا بقولك طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم بس انا مش هخلص عليكم مع اني اقدر اخلص عليكم بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه يا واتي يا سحلاب عادي اتقالت لي قبل كده نو واي يا حيوان يا قذر يا حلوف يا سلام حلوف يا خنزير وساعات بيقولوا لي يا كركدان يا حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده معلش بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه مش عايزين نعرفها سيبنا وامشي لا لازم اقول مش عايزين نعرف لا هقولها طب قول الخير مش خير يا حبيبي يا هاني معلش الخير ممكن ينتصر في الأفلام بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر يا رب تموت يا شيخ دمك سم اخبطت في ضهري لا ابوس ايدك اموت لا اخبطك مين طب اخبطك بالمسدس لا بايدك عشان المسدس اجمل ماشي خلصني يا هاني اوعى تضربه بالنار علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي انا سيف يبقى اعمل كده طيب خد منه المفاتيح
اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. تستظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مرة؟ انا اسف ده الدبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعة بسرعة. اسمعوا كلامي بسرعة. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المأمور. ده ابو الدهب. ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك. مجله. اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟